اليوم الثلاثاء العاشر من آب 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء المعتاد، وفي الديباجة هنأ السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العرب الإسلامي ببدء العام الهجري الجديد. وتعلمون في هذا الشهر المحرم فيه درس لنا بثورة الإمام الحسين التي تستذكر دائما وتكون سبيلا ومنهجا للعمل الفردي والجماعي الحكومي وغير الحكومي. ثورة الإمام الحسين ثورة ضد الظلم والطغيان وتحقيق العدالة، وهي ترسانة موجودة على الدوام تمدنا بالقوة في إنجاز أعمالنا وفي تحقيق العدالة. الديباجة انطوت على كلام في الانتخابات، ولا يخلو مؤتمر من مؤتمراتنا من الحديث عن الانتخابات. كانت هناك إصرار على دعم المفوضية، أوصى به السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة في توفير كل سبل إنجاح الانتخابات وتلبية كل متطلبات المفوضية العليا للانتخابات. كذلك أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء عن اكتمال التسجيل على قطاع الأراضي ضمن مبادرة داري. كان هناك 3,463,921 استمارة في الموقع الإلكتروني. دخلنا الآن مرحلة تدقيق البيانات في هذه الاستمارات لكي نقف على المستحقين الحقيقيين لتوزيع قطع الأراضي هذه، وإن شاء الله في الفترة القريبة القادمة سيكون هناك إعلان عن هؤلاء المستحقين لقطع الأراضي. أكرر، في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. كثيرة هي الأمور التي نوقشت هذا اليوم، ولعل من أهمها هو إقرار قانون جهاز الأمن الوطني. هذا القانون أجلت مناقشته كثيرا في مجلس الوزراء، وفي كل مرة يعاد التفكير فيه وتؤخذ ملاحظات من الوزراء على هذا القانون. واليوم انتهينا إلى أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي الذي دققه مجلس الدولة، وسيحال على مجلس النواب لإقراره إن شاء الله. أيضا كان هناك نقاش عن قانون نقابة المحامين، لم يقر هذا اليوم لكثرة الملاحظات عليه، الملاحظات التي أبداها السادة الوزراء. وكان هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تقدم هذه الملاحظات خلال أسبوعين ليعدل مشروع القانون ثم يعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء للتصويت عليه. لكن صحبة هذا استضيف الأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين، وفي النقاش في القانون أبدى مجموعة من الملاحظات نالت استجابة من السيد رئيس مجلس الوزراء تتعلق بأوضاع المحامين. وكان هناك توجيه بأن على الوزارات والدوائر كافة احترام المحامين عند مراجعاتهم بما يحقق ويؤمن العدالة وسيادة القانون من خلال الدفاع عن الحقوق. ثانيا، على الجهات الأمنية فتح أبوابها أمام المحامين وتمكينهم من أجل تنظيم الوكالات عن الموقفين والمحجوزين من أجل الدفاع عن حقوقهم القانونية.
كما بدا من نقاش السيد نقيب المحامين ان هناك صعوبات تواجه المحامين حينما يراجعون الدوائر الرسميه في الدوله وحينما يراجعون الجهات الامنيه، ومن حقوقهم ان يلقوا التسهيلات لاداء عملهم. كذلك اكد السيد رئيس مجلس الوزراء ضروره مراجعه طريقه احتساب ضريبه دخل المحامي. لدينا مشكلة عرضها السيد نقيب المحامين في هذا الموضوع، في أنه تستوفى ضرائب من المحامين الذين لا يعملون في مهنة المحاماة. هذا يعني أنهم بلا دخل من هذه المهنة، فكيف تستوفى منهم هذه الضريبة؟ والضريبة لا تدفع إلا بوجود دخل وربح متحقق. ولذلك كان هناك توجيه في هذا الصدد، وكذلك كان هناك ترحيب في أن تقوم نقابة المحامين العراقيين باجتماعات مع اتحاد المحامين العرب في بغداد ضمن خطة الدولة والحكومة في الانفتاح على الدول العربية تحديدا في هذا المجال وفي غيره. اليوم أيضا كان هناك لوزارة الثقافة حصة في القرارات، وأولها قرار تم التصويت عليه يتعلق بتخصيص مبلغ 750 مليون دينار عراقي إلى وزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق. هذه الدار تحتوي على قاعة ضخمة تضم كل وثائق الدولة العراقية عبر 100 عام منذ تأسيسها حتى الآن. هذا مكان أساسي ومهم للذاكرة العراقية وللوثائق العراقية وللحقوق العراقية. كل ما تتخيلونه من وثائق في الوزارات أيام العهد الملكي والعهد الجمهوري موجودة عندنا في دار الكتب والوثائق. بعد سلسلة الحرائق التي تحدث في هذا الصيف كانت هناك قلق حقيقة عرض على مجلس الوزراء واستفيض في مناقشته، والشكر واجب لمجلس الوزراء وللسيد رئيس مجلس الوزراء في تفهم هذه الحاجة الأساسية لحماية وثائقنا جميعا، وخصص هذا المبلغ اليوم، وسنعمل على توفير مكان لائق ومهم ومحمي لوثائق الدولة العراقية عبر 100 عام أكرر. كذلك وزارة الثقافة عرضت مشروع منذ 8 أشهر يتعلق باستعمال البيوت التراثية وهي بالمئات في بغداد. البيوت التراثية كثيرة ترونها أينما تذهبون ومتناثرة هنا وهناك، لكن لا تتم الاستفادة منها على نحو أمثل، فهي مهملة ويصيبها الاندثار. قدمنا مشروعا قبل 8 أشهر وزارة الثقافة لكي نحظى بفرصة التصرف في هذه البيوت ومنحها للمؤسسات الثقافية المعتبرة التي تحظى بدعم ونشاط دولي، مؤسسات فنية وثقافية. السيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك طلب دراسة مستفيضة في هذا الموضوع المهم، وقدمتها وزارة الثقافة في نيسان الماضي، واليوم عقد نقاش طويل بشأنها، وتوصلنا إلى صيغة قرار صوت عليها مجلس الوزراء يقضي بأن تمنح وزارة الثقافة حق التصرف بهذه البيوت التراثية باستعمالها وبإعطائها إلى مؤسسات ثقافية وفنية تحظى بالسمعة الدولية المعتبرة وليست أي جهة ثقافية وأي جهة فنية. هذا أعتقد سيحتفظ لهذه البيوت مكانتها واعتبارها وسيدين وجودها وبقائها دون اندثار. وزارة الهجرة والمهجرين اليوم طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليار دينار عراقي كمواد غذائية إغاثية للوزارة لتعزيز حساب الإغاثة والمعونة الاجتماعية. هذه مسائل تطرح في مجلس الوزراء على نحو طارئ نظرا للحاجة الماسة المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين ولا سيما من النازحين والمهجرين. في وزارة التخطيط، وهذا آخر شيء،
أنه بناء على مقترح من وزارة الخارجية وافق اليوم مجلس الوزراء على تخوين وزير التخطيط الدكتور خالد البتال صلاحية توقيع إطار عمل التعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وهذا المشروع يستمر من عام 20 إلى عام 2024. الآن أتلقى أسئلتكم. دكتور السلام عليكم، حسن الفواز مراسل قناة العراقية الإخبارية. دكتور، نتحدث عن المؤتمر، مؤتمر بغداد المرتقب نهاية الشهر الحالي، هل سيلعب العراق دور الوساطة بين السعودية وإيران؟ وأيضا من هي الدول التي سيدعوها العراق لهذا المؤتمر؟ وهل سوريا من ضمن الدول التي ستحضر هذا المؤتمر؟ شكرا جزيلا. يعني هذا المؤتمر هو أوسع إطارا من أن يخصص لفض نزاعات وخلافات، مؤتمر فيه محاور عديدة دعيت إليه دول الجوار ودول خارج دول جوار العراق أيضا، وهي تحظى بالأهمية ولنا شراكات معها، ومحاوره الأساسية تتعلق بالدبلوماسية العراقية، أي بما يضمن استقرار العراق. استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والعكس أيضا صحيح، وبالتالي له مهمات سياسية دبلوماسية وله أيضا مهمات اقتصادية. هذه المهمات الاقتصادية شرعت بها هذه الحكومة في أوقات سابقة في زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مصر والأردن وإلى دول الخليج، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تعلمون هذه الأوضاع جميعا. وأيضا هناك مناقشات ستجرى عن متغيرات عابرة للحدود تتعلق بالتغير المناخي على سبيل المثال. إذن هذا المؤتمر هو مؤتمر أوسع من أن يحصر في زاوية معينة، له متعلقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية. السلام عليكم سيادة الوزير، قبل أيام صرح السيد وزير الموارد المائية بأن الجانب الإيراني قد قطع نهر الكارون ونهر سيروان، ما هي الاتفاقات الدولية التي كانت مضربة مسبقا حول ذلك؟ شكرا. يعني لدينا سلسلة اتفاقات، ولن نقول أن لا تشوبها المشاكل، ولذلك تظهر مثل هذه الأسئلة وهذه الأوضاع. أعتقد وزارة الموارد المائية والسيد الوزير الأستاذ مهدي رشيد الحمداني اتخذ إجراء بهذا الصدد. لا يتعلق هذا الإجراء فقط بالتفاهمات مع الجارة إيران، بل أيضا بالمجتمع الدولي. نحن نحاول أن نحشد الضغط في هذه المسائل لأنها تتعلق بمسائل حيوية بالنسبة للعراقيين، ولذلك سنستمر في هذا المسار. وزارة الموارد المائية تعمل على هذا المسار وتحشد المجتمع الدولي في إلقاء الضوء على مثل هذه المشكلات والمساعدة في حلها. نعم، السلام عليكم، معالي الوزير مصطفى الشمري مراسل قناة السومرية. معاليك الحكومة في الأسبوع الماضي تحدثت عن تشكيل وفد تفاوضي سياسي، يعمل هذا الوفد على إقناع الكتل المنسحبة من الماراثون الانتخابات أو السباق الانتخابي وإعادة هذه الكتل المنسحبة أو المقاطعة إلى هذا السباق. أين وصلت المفاوضات؟ وهل هنالك فعلا مفاوضات جدية ومرونة من قبل الكتل المقاطعة؟ وهل الحكومة فعلا مصرة على المضي بالانتخابات من دون مشاركة هذه الكتل، لا سيما أن البعض منها يمتلك قاعدة شعبية وقاعدة سياسية مهمة في صناديق الاقتراع وأيضا في التشكيلة الحكومية المقبلة؟ شكرا جزيلا. نحن ننظر بعين خاصة إلى هذه الكتل المنسحبة في أنها كتل أساسية ومهمة لإجراء الانتخابات، ولذلك تبادر الحكومة إلى مثل هذه الاجتماعات ومثل هذا الحث لهذه الكتل في أن تعود إلى خارطة الانتخابات. الحكومة موقفها واضح وثابت، الانتخابات في 10 من تشرين الأول، نعمل على هذا، وفرنا كل السبل الكفيلة لإنجاح هذه الانتخابات،
تحضر المفوضية دائما، وأعلن من هذا المنبر أمامكم على الدوام القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بصدد دعم المفوضية. هذا أمر قاطع، ليس لأنه في فكر الحكومة فقط وفلسفتها، بل لأنه وعد قطعته هذه الحكومة للشعب العراقي في إنجاز انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة. نعمل بكل طاقتنا على هذا، ولذلك تروننا نذهب إلى كل هذه الكتل المنسحبة لإعادتها إلى هذه العملية الانتخابية، لأنها ويجب التجديد على ذلك، لأنها المسار الوحيد الذي يؤمن الحكم في العراق بطريقة عادلة ونزيهة. السلام عليكم معالي الوزير. سعد البدراني، رئيس تحرير صحيفة الإعلام. ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم إلى أمانة بغداد وكوادرها برفع النفايات والإنقاذ في مدينة بغداد خلال أسبوعين، لاحظنا وجود جهود متميزة في تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء من قبل الأمانة وكوادرها، وخاصة بلدية الرصافة، وعليه ألا يستحق تلك الوقفة من توجيه الشكر والامتنان من قبل الأمان العامة أو رئاسة الوزراء إلى تلك الكوادر؟ شكرا. لا نريد أن أتحدث بهذه الصيغة، توجيه الشكر على جهود هي واجبة للموظفين. أنا أعتقد من فلسفة هذه الحكومة، من فلسفة الخاصة في الوزارة، لا يمنح الشكر للموظفين لأداء واجباتهم. كان هناك كلام عن الأمانة قبل مدة وعن بغداد وعن النفايات فيها. الأمانة شرعت بعمل جاد في هذا الموضوع، وصار هناك عمل لمدة 24 ساعة في هذا الموضوع، وكان هناك إصلاح للجهد الآلي في الأمانة، في أمانة بغداد. السيد الأمين هذا اليوم في الاجتماع حضر، السيد علاء معن، وبيّن لنا بعض الإجراءات التي اتخذها. وأمانة بغداد أعتقد الآن يعني ترعى بجدية الموضوع الذي سبق أن أثير في مجلس الوزراء فيما يتعلق بالنفايات في بغداد، من خلال زيادة ساعات العمل وزيادة أعداد العاملين وتصليح الجهد الآلي وتعزيزه، وسنرى ثمار ذلك قريبا. شكرا جزيلا.